بحي زهراء في حمص. ما بين أعمال الصيانة ووضع المعجون وبخ الأدوات المنزلية الكهربائية، يقضي فادي وزوجته زينب وطفله الذي لم يتجاوز الأربع سنوات يومهم في محله المستأجر بحي الزهراء بحمص. ظروف اقتصادية صعبة كانت السبب بتعلم فادي للمصلحة بمساعدة زوجته التي تعلمت وساعدت رغم حملها بشهرها السابع. في عالم تتقبلها، في عالم ما بتتقبلها، كونه هي انه بيقولوا انه مره، بس هي المره لازم تكون سند لجوزها بكل شيء. شافت هي الظروف اللي عشناها، والحمد لله الله انه فتح لي باب رزق، فهي نزلت منها ومن حالها انه تساعدني بالمحل وتشتغل معي كتنظيف كتصليح كاي شيء، هي انه مستعده تشتغل معي. بايام معدودات تعلمت زينب مساعده زوجها بمهنه ليست سهله على امراه لحاجتها لجهد بدني، إلا أن الإرادة والعزيمة لمساندة زوجها جعل تعبها متعة وهواية. أنا أملى ولدين، صبي وبنت، بس وحامل هلأ شهر السابع، بس هالشي هذا ما خلاني أنه ما أنزل على الشغل وساعد جوزي وحط إيدي بإيده. صغيري بضل عند حماتي بالبيت، بس بجيب الصغير معي، وبرغم هالشي ما حرمني انه اجي اشتغل معه او كذا. وفي ناس تتقبل الموضوع هذا وفي ناس ما بتتقبل الموضوع هذا، بس برغم هالشي هذا انا ايدي بايده وبساعده بكل شيء. فادي وزينب قصة حقيقية مصغرة لآلاف السوريين الذين يتعاونون لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعائلاتهم. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. ختم النشرة، شكرا للمتابعة.